لكثيرات طورية أيوة عيا لا يجزأ من الشعر وقوافية إيه؟ العام حالف على نفسي من أشعاري ما هي لوهام والشعار وادية صديت عن مجتمع شعار أبو فلتر اللي تدور ورا الأبيات حورية وأصبحت غاوي مع المقحم وابن عادي وكم شاعر ملهم أفكاره جنونية والليلة هالليلة هالطاروق يلعب بي كني ورق غصن وهجوسي شمالية محتاج أفضفض عن اللي فات لكني خايف تكون النتيجة شبه عكسية وأنا ما أحب أنجرح وأكرر أخطائي ما فات ما مات والذكرى انتقائية ما ضيع العالم ويسرق ملذاته إلا سوالف خيالاته بماضية العام أعالج من الأجواد كم نشمي وأصرف لها علاجها بجرعات شعرية صح الله لسانك ومبدع وما شاء الله ما وظفت عاطل ولا غيرت نية واليوم منه يعالجني من جروحي اللي لها في بريق العين مارية عايش وشايف لي أشياء ما تناسبني واسكت وكم بلحشة 90 شبرية ولت أدور على ذاتي مع العالم ضايع مصير وقراراتي مصيرية أجابها الظلم والحرمان وحظوظي وجابها القلب عند درب الهووية أميل للفوضوية بيني وبيني وأكره ما أكره تقمص المثالية شبعان دنيا ومتعلم ومتلكع كان عمري اللي مضى متعدي المية من كثر ما بيضت عيوني من دموعي أشوف الألوان بعيوني رمادية ومن كثر ما باروا أصحابي بوقفاتي غنيتهم في مهب الريح مرثية ماني بطمعان بالدنيا وما فيها وما جيت أدور علاقات اجتماعية كبار المناصب ما ترضيني كراسيها وما جيت أدور علاقات اجتماعية كبار المناصب ما ترضيني كراسيها ما دام الأحرار ما ترضى العبودية عادي أكون الفقير الشاعر الحالم تغنيني النفس لصارت غنوية ما فيه شيء على الدنيا يصبرني إلا أني أعيش هالدنيا بحرية سلامة صحة أبدانكم الله يعافيكم إبداع في إبداع ولكن الرمادية اللي موجودة يا نصار يعني تتكلم في الرمادية تقول شو أشوف العالم أشوف الألوان بعيوني رمادية يعني لا ذوق ولا لون مستوية يعني مستوية معاك واهني عينها اللي يهتني في منامه ليت يرقد وأنا اللي مبتلي من بلاهم سعد الزعيلي شاعر مبدع